سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا سبحانك يا لا إله إلا أنت. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج تجليات فقهية نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر الاتصال مباشرة على هواتف البرنامج والموجودة أسفل الشاشة. وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض الرسائل التي وردتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هذه الرسائل رسالة الأخ صاحب، يقول: هل الغسل المستحب أو الغسل الاعتيادي يغني عن الوضوء؟ طبعا حتى نجيب على سؤال الأخ صاحب نبين الغسل الذي يغني عن الوضوء، وهو غسل الجنابة، ويقال له الغسل الواجب. الأغسال الواجبة تغني عن الوضوء، أما الأغسال المستحبة لا تغني عن الوضوء إلا بعضها، مثل مثلا عند بعض العلماء غسل يوم الجمعة يغني عن الوضوء، وإن كان عند البعض الآخر مثل آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي على الأحوط وجوبا عند السيد، وإن كان هو يعني كقاعدة عامة هو من الأغسال المستحبة، والأغسال المستحبة لا تغني عن الوضوء. أما الغسل الاعتيادي هنا اللي ذكره صاحب السؤال في سؤاله، الغسل الاعتيادي يعني غسل التنظيف، يعني لما يدخل واحد للحمام ينظف روحه، اللي هو مثلا ينظف بالصابون والليفة وغيرها، هذا يسموه الغسل الاعتيادي. هذا يعني لا يوصف أنه مثلا واجب ولا يوصف أنه مستحب، غسل اعتيادي يعني ما النظافة، هذا أيضا لا يغني عن الوضوء. فقط وفقط الذي يغني عن الوضوء هو غسل الجنابة اللي هو الغسل الواجب، هذا المعروف في الفقه. أيضا سؤال آخر من زهراء، تقول: هل يجوز أو هل باستطاعة أي شخص أن يأخذ الاستخارة عن طريق القرآن المخصص لأخذ الاستخارة مع الشروط والتعاليم والشرح أو الشروح الموجودة فيه؟ طبعا هناك بعض المصاحف يعني نقدر احنا ممكن نوصفها وصف انها فيها شروح، اما مثلا شروح معاني الكلمات يصير على جنب في الهامش، يعني هي صفحة القرآن ولكن في هامشها يوجد مثلا شروحات، ويا هاي الشروحات موجود وبلون مغاير مثلا استخارة، مثلا إما بالعربي أو بلغة أخرى جيدة أو غير جيدة وهكذا. أبو رافد من ذي قار، تفضل يا أبو رافد. السلام عليكم. ولاي عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أبو رافد، تفضل. سيدنا أنا عندي سؤال على صلاة اللي نعم الرغائب. بني هذه هذه في أول رجب، يعني أول خميس، أول رجب يعني بس أول خميس. نعم بس أول خميس اللي هي إحنا نسميها أول ليلة جمعة،
هو في هذه الليلة تصلى صلاة الرغائب، مو في كل رجب، لأن هي مؤقتة يعني صلاة مستحبة تحيا هذه الليلة، ومنها يسموها إحياء ليلة الرغائب. نعم. هذا سؤال. السؤال الثاني، ملابس الداخلية للرجال والنساء يصير بدون بالصلاة؟ بدون ملابس داخلية؟ إيه يعني جائز، المهم يكون مستور، يعني الثوب طبعاً. اللي لابسه الثوب اللي لابسه اللي يغطي كل جسمك كون ما يخايل، يعني مو شفاف، ممكن أن يرى من ورائه مثلا الأعضاء الداخلية للإنسان. إذا مو شفاف نعم جائز أنه واحد يعني يخلع الملابس الداخلية اللي هي اللباس الفالينة غيرها ويصلي، لكن بثوب كون ساتر للجسم وليس شفاف. رجال ونساء. رجال ونساء بل. مشكور سيدنا. سيدنا بقى السؤال، يعني رجال تعبان واحد يطين دفع الماء في الذمة، غير يصير هو رجال ينصام به وشعبان ينصام به. نعم. بس أنا أقرين مثلا دفع الماء في الذمة. قضاء يعني قصدك. إيه قضاء. أي نعم قضاء عما في ذمتك، ممكن أنه تصوم قضاء عما في ذمتك في هذه الأشهر اللي هي أشهر رجب وشعبان. بل بإمكانك ذلك. نعم. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أبو رافض. نعم نكمل سؤال زهراء عن الاستخارة. فمثل هكذا مصاحف موجود بيها الشروحات الجانبية اللي على الهوامش، وموجود وياها الاستخارة اللي هي إما جيدة مثلا رديئة، غير جيدة، متوسطة، مكتوبة على هامش الصفحة. هنا السؤال، هل يجوز أخذ الاستخارة عن طريق القرآن المخصص للأخذ؟ نعم بحسب يعني القاعدة الأولية نعم جائز بالإمكان أن واحد أي إنسان يعني يعرف يقرأ ويكتب وهو على طهارة يكمش القرآن ويقرأ طبعا مقدمة ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبين إلى مراده وهل أنه يفعل أو لا يفعل مثلا، فيفتح القرآن ويقرأ هذه الكتابة. نعم بالإمكان التعويل عليها، لكن إذا ما موجودة هذه الكتابة ويريد يأخذ بالقرآن لابد له من معرفة، أولا معرفة القرآن قراءة كتابة أحكاما تفسيرا، لكن كون هاي كلها ذني ملم بها، ملم بهذه الأشياء كلها. نعم بعد ذلك يقدر يأخذ استخارة. من الديوانية عباس. عباس من الديوانية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا. شلونك مولانا؟ الله يخليك يا عزيزي. شنو سؤالك؟ بخدمتك أنا. لا خادم الحسين مولاي. نعم الله. أقول لك مولاي شغلة الصلاة. نعم كنت أصلي يعني خلال سنة، يعني من طفولتي كنت أصلي لحد قبل سنتين. كنت أكون شهادة النص مولاي صلاة الظهر مثلا. أي هي شهادة النص. نعم كنت ما مثلا أشهد ولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة النص يعني. نعم كنت ما هو قبل مثلا صلاة العصر أربع ركعات أصلين قبل يعني. بعدين قالوا لي مو هيك لازم تشهد وسطاني. بلي إيه والله كنت قبل هيك. بلي الآن ما الآن من عرفت الحكم أخ عباس؟ أخ عباس الآن من راح تعرف الحكم؟ وبعد ذلك صلواتك لابد أن تكون فيها تشهد وسطاني، ما يصير تصلي بعد أربع ركعات قبل وعدل بدون تشهد من الآن فصاعدا. يعني شنو الحكم مالته يعني؟ ذاك لا لا ما تعيد الصلاة. ما تعيد الصلاة. نعم مولانا ما تعيد الصلاة. أقول لك ما تعيد الصلاة. بلي رحم الله والديك. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا.
نعم. فجاوبنا على مسألة زهراء. طبعا أكو نرجع إلى الأخ عباس وسؤاله، يقول كنت أنا أصلي من طفولتي إلى الآن بس أنا ما أقول شهادة الوسطانية. التشهد الوسطاني ليس من الأركان وإنما من الواجبات، وعليه إذا واحد مثلا أخل به من دون علم، يعني ما كان يعرف، لا علم له، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني ما يدري هو أنه لا بد له من إتيان التشهد اللي هو من الواجبات في الصلاة، فعليه لا بد له أن يتعلم. هذا أول شيء، لأن التعلم واجب، أن يتعلم الصلاة بالشكل الصحيح ثم بعد ذلك يصلي. عندنا اتصال أبو علي من البصرة، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك. الله يحفظك إن شاء الله يخليك. تفضل أبو علي. سيدنا في السؤال رحمة الوالدين. نعم الله يرحم والدك. عندي رأس السنة الخمسية. نعم. أي أنا يعني فلوس، عندي فلوس بس صرفتهن. يعني شلون يصير أداين وأجي أعطي رأس السنة لو أعود من يظلم طلب علي أنت ما يتوفر؟ يعني أنت خمست وطلعت الخمس على صفحة مو تمام؟ لا سيدنا أنا صار له هواي بس ما يخالف، حتى أفهم شنو معنى صرفتهن. يعني أنت خمست في رأس السنة وطلعت الخمس خليت على صفحة وشي؟ بعد 15 يوم يجي رأس السنة الخمسية. أي وفلوسي خليت بهن مصلحة، يعني مو صرفت، خليت بهن مصلحة. وهسه حاليا ما عندي فلوس. خلفتهم من عندك ابو علي، يعني تقصد انه انت فلوسك ذني راس مالك مو الخمس، وانما بعد 15 يوم لازم تكون تقعد تتحاسب وتطلع الخمس. اي وهذا شيء راح يجينا راس السنه بعد 15 يوم. اي وانت بعدك ما مطلع الخمس من اموالك. مطلع الخمس يعني ما مطلعهم. انا فلوس عندي صار يعني مثل ما تقول الحمد لله اشكر هاي السنة صار عندي أرباح وصار عندي فلوس، بس حط خلت مصلحة وصرفتين وحاليا ما عندي، يبقى علي أنت ما يصير من خلال الشهر لو ما يصير إلا دراسة السنة وأطير. ما دام صرفت رأس مالك وبعد رأس السنة ما جاي، رأس السنة الخمسية مالتك بعد ما جاي وانت صرفت الرأس المال هذا بعد ذلك أنت ما عليك خمس. ما انقطع الاتصال مع الأخ أبو علي، بس إن شاء الله يسمعني من خلال التلفزيون. ما دام انه انت صرفت رأس مالك قبل لا يوصل رأس السنة، اليوم المال رأس السنة وبعدك ما مخمس، خلاص بعد ما عليك خمس لان ما عندك اموال تخمسها، انت صرفتهن بعد. بالي ان شاء الله ابو علي سمع من خلال شاشة التلفزيون الجواب وإن شاء الله يستفاد من عنده. نرجع إلى زهراء، قرينا السؤال مال زهراء مال الاستخارة. الأخ أحمد يقول أنا كنت أقلد مرجع يقول أن غسل الجمعة لا يجزي عن الوضوء، وإمام الجماعة مرجعه يقول أنه يجزي عن الوضوء، فهل صلاتي خلفه صحيحة أم لا؟ وإذا كنت لا أعلم ولم أتيقن أنه يصلي بالغسل أو بالوضوء ماذا أفعل؟ طبعا المأموم مو من مهامة أو مو من تكليفة أن يعني يتفحص عن إمام الجماعة أنه غاسل لو متوضي، أو هل أنه وضوء مثلا يعني مثلا بالطريقة المعينة أو غسلة بالطريقة المعينة، هذا مو من تكليف المأموم. المأموم تكليفه أنه يحضر صلاة الجماعة، هذا هو التكليف للمأموم. أما أنه يبحث عن أشياء في الإمام أنه أنت جاي عن وضوء لو عن غسل مثلا غسل، أو أن غسلك هذا مستحب لو غسلك واجب،
ومن هالأشياء هذه، هاي مو من تكليف، ليس من تكليف المأموم. نعم إذا صارت قدامك مثلا وسمعت بيها، هنا يحق لك أن تسأل أنه ماذا أفعل، أنا المرجع مالتي يقول كذا وكذا أنه لا يجزي غسل الجمعة مثلا عن الوضوء مثلا، والآن عرفت أنا ما سألت بس عرفت أنه إمام الجماعة غاسل غسل الجمعة وجاي هنا الآن يصلي، أكو اختلاف. هذا الخلاف لا يعني أن صلاة المأموم خلف هذا الإمام باطلة، لا يعني ذلك. نعم هذا مرجعه وتقليده كذا، هذا مرجعه وتقليده كذا. التعارض بين مرجعين مو معناها أنه المأموم والإمام راح يكون صلاة كل واحد من عندهم مثلا باطلة أو صحيحة، لا ما له علاقة، هذا كلاهما صلاته صحيحة. أيضا الأخ رحيم يقول في رسالته: ما حكم تربية كلب من نوع هاسكي وهل هو نجس أيضا؟ كل الكلاب، كل أنواع الكلاب، كل يعني نقصد بها اللي الله خلقهن. نجاوب عن هذا السؤال بعد ناخذ هذا الاتصال من ديالة. أم علاء، تفضل يا أم علاء. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم علاء. أيوه عندي ثلاث سؤالات سيد. تفضلي. السؤال الأول، أول سؤال ملابس العفو هذا بالوسخات الحليم بالغسالة، شو حكم الغسل مالكين نجسات العفو؟ هن انت متأكدة انه نجسات مثلا بالبول او بالدم او باي نجاسة معينة، مو تمام؟ اول شيء قبل لا تحطيهن بالغسالة تزيلين عين النجاسة، عين النجاسة تزال اول مرة، ثم بعد ذلك هاي الملابس تحطيها في حوض الغسالة. طبعا يشترط هنا ان يكون حوض الغسالة اذا كان صغير او كبير، اذا كبير ثلاث مرات تغسليهن، مرة بهذا هاي السوائل المعروفة مثل الصابون او مثل الزاهي وغيره، ثم غسلة ثانية وثالثة بالماء وحدة، بالماء وحدة بدون صابون وبدون كذا ثلاث مرات، ثم بعد ذلك تطلعيهن وبالماي العادي هذا مال البوري مرة واحدة وتروحين تنشفيهن، هذا إذا كان صغير. إيه؟ أما إذا كان مثلا أوتوماتيك هاي اللي قطع أربع قطع يأخذ الحوض مال الجفافين، بلي ما يخالف. إيه؟ إذا كان مثلا من هاي الغسالات الآن اللي الموجودة بالسوق اللي هي كبيرة واللي يسموها أوتوماتيك، هاي وحدي هي تغسل وتنشف وكذا ثلاث مرات أو أربع مرات الماي يتداور بيها. سيد أنا من هاي الغسالة العادية، إذا غسالة عادية لازم ثلاث مرات، يعني تغسليه مرة واحدة داخل الغسالة وبرا كون ثلاث مرات تحت الماي، يا الله يطهر عندك. ها يا الله يطهر. أي نعم. وبدأ يغسل من فيدي العفو سيد ونوب أغسل ثلاث مرات الغسالة. شون؟ ما أفتهمت. ثلاث مرات أغسلهم بيدي، يعني مرة بأول مرة بيدي أغسلهم عين النجاسة العفو سيد. قبل لا تحطيهم بالغسالة لازم تكون تطلعين عين النجاسة الذبيبي برا. إيه فهمتك. تمام. وبعد ذلك تحطين الملابس ذني وخليهن غسلا، لكن من الغسلة تطلعيهن من الغسالة كون تغسليهن تحت الماي، يعني بطشت وكون ماي متصل وجاري ثلاث مرات تغسليهن. العفو سيد هو تانك فوق البيت ومن التانكين في الجوة. شلون تانك يعني؟ تانك فوق البيت. اي ما يخالف حتى لو بالتانك. إيه. نعم. بلي سؤال الثاني. سؤال التربة نصلي على الكتابة لو عادي، يعني على وجه نصلي، اي وجه نصلي عليه الافضل التربة. الوجه اللي ما بيه كتابة الافضل نصلي عليه. اي الافضل على الوجه اللي ما بيه كتابة. اي سيد. نعم. سؤال شو الثالث؟ السؤال الثالث عمي سيد، الحمام نطب الحمام بخار في الواجب، وهذا بخار ما الحمام هم بيشكال على الجسم ما بيشكال؟ بخار الماي لو بخار الماي من طب الحمام، من طب الحمام هالبخار يقوم متى اللي عرفوا جوا الدوش دوش في الواجب. اي
لا ما نجس لا لا يعني تقصدين انه هذا البخار نجس لو مو نجس؟ اي نعم سيد. لا حتى لو تصاعد من نجاسه ما ياثر. اي مشكور سيد. اهلا وسهلا ومرحبا بيك يا ام علاء. مهدي من الكوت. مهدي من الكوت تفضل. مهدي صالح بكم. تفضل اخ مهدي. اهلا وسهلا ومرحبا. رحم الله والديك. نعم تفضلوا. تفضل اخ مهدي انت الان على الهواء مباشرة. سيدنا الله يساعده. الله يخليك. شنو سؤالك اخ مهدي؟ شلونك سيدنا؟ بخدمتكم. شنو سؤالك؟ سافرت لاحدى الدول العربية. نعم. ولقيت محبس. بالي. اي لقيت محبس مال ذهب. اي فما اعرف انا قبل المقطع حلال حرام. بالي. لقيت محبس مال ذهب. نعم. اي مال ذهب. وما اعرف المقطع حسبان حلال قبل. بالي. فانت اخذته. ايه بلي. الان يعني تعرف مثلا ترجع لهاي الدولة العربية ومثلا وتعرف بي او حتى لو بالفيسبوك مثلا. وين صار لها من التسعينات؟ من التسعينات. بالتسعينات؟ ايه. فاحكامها شنو؟ ايش قد المبلغ مالته؟ ايش قد فلوسه اخ مهدي؟ والله يا ريت اروح ما تقريبا كان 35 دينار. ايش قد الان بهذا الوقت؟ 35 دينار أردني. تقدر انت تصدق بهذا المبلغ عن ذمة يعني صاحبه، عن ذمة صاحب تصدق حتى لو على نفسك يعني تقريبا ايه. تقدر تصدق به حتى لو على نفسك ما يخالف يعني انت ايه نعم خالف. سؤال ثاني بس بشرط يا اخ مهدي، اولا تقلل صوت التلفزيون بحيث ما نقدر نسمعه تمام، وانت لازم كنت تتكلم من الهاتف فقط. ايه تفضل الان اطرح سؤالك. السؤال ثاني شيخنا بالصلاة. ايه قلت يسمعون. ايه شو اتفقنا شاته؟ مو قلنا احنا لازم نكون نتكلم عبر الهاتف يا اخ مهدي؟ بالصلاة اثناء الصلاة قبل بالي كانت عندنا اخطاء ما عرفنا الاخطاء الا صلينا وراء امام الجامع كثير. نعم. ايه ما عرفنا لما صلينا وراء الشيخ بالجامع يلا. ايه الاخطاء هذه بالاركان يعني مثلا بتكبيرة الاحرام بالركوع بالسجود. يعني غلط. ها؟ ايه فما نعرف فيها بعدين يلا من صلينا بالجامع وراء امام الجامع وهاي يلا عرفنا. ايه. حكم ذنيتش اذا كان الخلل اغلاط بها ما يخالف بس اسمعني من الهاتف يا اخ مهدي. اخ مهدي اسمعني من الهاتف وعوف التلفزيون اسمعني من الهاتف. اخ مهدي اسمعني من الهاتف وعوف التلفزيون حتى نقدر نتواصل وياك اسالك تسالني. ايه بس اسمعني من الهاتف وعوف التلفزيون. ايه عوف التلفزيون. ايه خليك وياي عبر الهاتف فقط. والله عبر الهاتف. نعم جزاك الله خير. الأخطاء اللي بالصلاة اللي تذكرها إذا كانت مثلا خلل في أركان الصلاة لازم يكون هاي الصلاة عيدها. أما إذا كان بالواجبات والمستحبات ما يحتاج تعيدها. بالصلاة بالصلاة. أي نعم بالصلاة. بس احنا بشبابنا فترة هواي سنين يعني. بلي إذا كانت بالأركان يعني الخلل بالتكبيرة الخلل بالركوع الخلل بالسجود تمام إذا كانت هاي الأخطاء بذن الأركان فأنت لازم تكون تعيد هاي الصلاة. مو بالسجود عفوا. بلي إذا كان بغيرها بغير الأركان نقرأ الفاتحة وما نقرأ ولا حل وياه الحمد نقرأ بس الفاتحة. إيه أخلاق شهرت. أيه؟ يعني انت صلاتك الاعتيادية لو صلاة الجماعة اخ مهدي هاي بعدين يعني ايه صلاة الاعتيادية. ايه يعني شنو الخطأ فهمني شنو الخطأ اللي عندك. يعني اقرأ مثلا الفاتحة وما اقرأ وياها الحمد. ايه شهي الفاتحة هي الحمد يا اخ مهدي. ايه
نسيت بقول والله واحد وراها. ها إذ المهم إذا قرأت الحمد تمام هي المفروض أنه تقرأ صورة وراها، هذه ما تعيدها ما يخالف ما تعيدهن، بس إذا الخلل بالأركان اللي هي التكبيرة الإحرام الركوع السجود إذا الخلل بيهن لازم تعيد، لكن إذا الخلل بالقراءة الخلل بالمستحبات ما يحتاج تعيدهن، بس منا وغاد لازم يكون تضبط الصلاة، يجب عليك أن تتعلم الصلاة أركان وواجبات وغيرها لازم كنت تتعلم وتضبطها. يا الله صلي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ مهدي. أهلا وسهلا. من الصويرة الأخ ثائر، تفضل أخ ثائر. أهلا وسهلا ومرحبا بك، اسمعنا من الهاتف أخ ثائر، وعوفت يعني حاول تقلل من صوت التلفزيون. اي نعم اي، وتكلموا يعني عبر الهاتف فقط، تفضل. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله سيد. انا من الصغر العمر 43 سنة، وانا اشتغل شوية جاي اتعب وبالصلاة جاي اصلي واني قاعد. يعني تعاني من مرض معين؟ والله أنا عندي عرض جنسية، بس تعرف فلاحاني واتعب، اجي وقت الصلاة اتعاجز اصلي واني واقف، اقعد واكمل الصلاة بصورة صحيحة، وشوية جاي ما احس نفسي ما مرتاح يعني. اي بس انت تقدر تقوم تقدر تتمشى؟ لا اتمشى، اقوم فلاحاني اشتغل، بس وقت ما يجوز لك تصلي وانت قاعد. ما يجوز لك تصلي وانت قاعد، اذا تقدر تتمشى تقدر تقوم تقدر تقعد، لا يجوز ما يجوز لك ان تصلي وانت قاعد. بل جزيل الشكر، رحم الله والديك ان شاء الله، نرجو الله الاجابه ان شاء الله. الله يوفقك يا اخ ثائر. من الكوت ام فاطمه. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا ومرحبا. سيدنا عندي والدتي يعني عمرها بالستينات. نعم. هي هو المطلوبة صلاة وصيام، يعني تقريبا عمرها 30 هيك يلا بلشت تصوم وتصلي. نعم. حاليا هي يعني ما تقدر، مريضة تصلي على الكرسي، صلاتها يا دوب تصليها، صيام يعني لا تصوم لها يومين الثالث هي تتمرض وتوقع. بل. كذلك يعني هي ما عندها أي شيء مادي تملكه هي، نفسها حتى تدفع كفارة. أم فاطمة. هنا أرد أسألك، ما يخالف أرد أسألك الآن يا أم فاطمة، أنت دا سئلين عن صلاة لو عن الصيام لو عن اثنيناتهم؟ أم فاطمة اسمعي اسمعي السؤال مالتي، أنه أنت تسئلين عن صلاة أمك لو عن صيامها لو عن اثنيناتهم؟ اثنيناتهم. جميل جدا. الآن هي تقدر يعني حالتها الصحية والمرضية أكو رجاء أن تشفى بعد ذلك؟ لو هاي هي بعد هاي وضعيتها ما تنتهي دكتور سيدنا أفو، هو يعني بإيد الله، بس هي مريضة سرطان سابقا وخذت يعني جرعة. أم فاطمة ما يخالف، هنا احنا حتى في سبيل نعرف انه اذا كان هذا المرض مالتها مزمن بعد يعني بعد ما تقدر منا إلا الله سبحانه وتعالى يأخذ أمانته بهالصورة، يعني معناها تقدر أنه تصلي على الكرسي قضاء، هذا هو المعروف، فهمتيني؟ صحيح. أي والصيام تدفع الفدية، تعطي فدية، والفدية عن كل الشهر 22 كيلو ونص من الطحين تعطيها للفقراء عن كل شهر اللي لازم يكون ينبغي عليها أن تصومه، الآن هي ما تقدر تصومه فتدفع فدية اللي هي 22 كيلو ونص عن كل 30 يوم اللي هي كل الشهر، هذا اللي مطلوبتها. تمام واضح الآن؟ هذا إذا كان ما ترجو الشفاء بعد ذلك، يعني حالتها مثلا هي هاي بعد خلص ما كفت تطور إلا نحو الأحسن. تمام، هيك تقدر تصلي قضاء عما في ذمتها وهي قاعدة على الكرسي، واضحة الآن؟
والصيام فدية عليها فقط. يا سيدة هي نحط على الكرسي صعوبة هالشي يعني ما تقدر من رجليها ما تقدر على القعدة. حتى على القعدة خو تقعد بالقعدة وتمد رجليها وتصلي. أو مثلا تتربع. لا ظهرها ما تقدر منها ما تقدر على القعدة دائما متمددة وميشي. تقدر مثلا تنتشي على الحائط. مثلا وتتربع مثلا تنتج على الحائط تتكئ على شيء معين حتى ترتاح مثلا بقعدتها وتصلي. الصلاة لا تترك على أي حال شلون ما وضعية هي الوضعية اللي تناسبها وترتاح بها خلي تتخذ الوضعية المناسبة وتصلي. المهم تتوجه للقبلة مطلوبة تقدر إذا ما تعرف إيش قد مطلوبة تقدر حاول إنه تصفن ويا روحها وتقدر تقول مثلا أنا بيتيت أصلي وصوم بعمر الفلاني بكذا فتحسب من 9 سنين لغاية هذا العمر شوف إيش قد انضبط عندها انضبط ما انضبط تقدر تقدير تقول هل قد عليها. وضحت الآن؟ وضح سيدنا. الله يخليك. سيدنا ولو طولت عليك بس سؤال ثاني همي. نعم. هي همي تحب إحنا يعني من محافظة واسط وتعرف أذان كربلاء يعني بينا تقريبا 5 دقائق هي تحب تسمع التوجيهات الدينية بس تكون بهالوقت إنه إحنا يعني يصير الأذان يصير تأخر صلاتها يعني هاي 5 دقائق تسمع بها التوجيهات وبعدين تصلي صلاة. لا بأس لا بأس ماكو غير لا ضير من ذلك. إيه لا ضير من ذلك لأنه الوقت ما زال موجود يعني الوقت عدها متسع لأن تصلي به صلاة المغرب. فإذا كانت تحب أنه تسمع التوجيهات الدينية حتى لو بعد يعني بعد الأذان مثلا بدقيقة دقيقتين 5 10 ما يخالف هذا جائز لأنه الوقت ما زال موجود. بل مشكور سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أم فاطمة من ديالة. أم خليل. أم خليل من ديالة تفضلي. سيدنا اهلا وسهلا ومرحبا تفضلي يا ام خليل. انا سيدنا عندي سؤال. نعم تفضلي. انا سيدنا انا عندي 4 ملايين بالذهب وانطيتها لابني وقال لي حطها بشغله حطهن بشغله قال لي انطيتش كل شهر 100 يعني خما بيها السؤال يعني 100 هذه شرط يعني انه يطيج 100 لو على الربح والخساره يعني ترجيه قال ترجيه اذا لا هاي النوع من المضاربه مو صحيح لازم يكون على النسبه المئويه يعني تقولي مثلا انت وياه بالربع والنص سيدنا انا ما قررت هو قرر قال قلت شوفي تنطينا عليهن قال لي انا انطيت 100 قلت لا ما يصير هذا غير جائز حرام. سيدنا شلون لعن مثلا هو ابني وهو اخذني يعني من عندي انا ما رايد انطيه هو اخذني اخوتي قلي له انا ما اريد اكل حرام خذيهن من عنده بسيطه اخذ من اخذهن منه اي فلوسك خذيهن ورديهن لان هذه المعامله غير صحيحه. المعامله الصحيحه ان تكون بينكما مضاربه والربح بيناتكم مثلا بالنص هذا الصحيح. سيدنا يعني شلون لعن مثلا لا اريد اخليهن عنده يعطينا مثلا خرجيه شلون يعني الخارجية تقصدين يعني المصرف عليها؟ ايه المصرف اللي عليها. اولا اخذيهن انت اخذي مالاتك فلوسك وهو بعد ذلك يصرف عليك وقال لي هدية هيك من عند انا انطيك اياها لان هدية وترجع فلوسك بعدين؟ ايه يرجع لي. ايه المهم رجع فلوسك وهاي المعاملة حرام ما يصير. اذا يريد يطيش يطيش من جيبه هو مو من فلوسك. الله سيدنا بكيفك لعد ما تقول لي مو بكيفي مو بكيفي انت اذا تعامله ويا هيك معامله هذا حرام ما يصير. وانما اذا هو يريد يصرف عليك نعم ابنك الكبير مثلا وانت واجبه النفقه عليه فمن جيبه يطيك مو يروح يتاجر مثلا ياخذ فلوسك ويتاجر بها وهو يطيك 100 ثابته لا ما يصير. هو حاطهم بشغله قال حطيتهم بشغله يعني. ايه اذا يحطهم بشغله لازم يكون الربح بالنص بينك وبين ذاك ابو الشغله ما يصير 100 ثابته يعني 100 ثابته ما يصير. والشغله يعني بشغله هو يشتغل بالموبايلات ايه هذا غير جائز هاي المعامله غير جائزه مو صحيحه هاي المعامله تقول له عاد 100
هاي المعاملة مو صحيحة. تريدين تاخذين فلوسك، تريدين تطيه اياه، المهم هاي المعاملة مو صحيحة. بل اهلا وسهلا بيك يا ام خليل من بغداد. احمد، ام احمد مرحبا سيد. اهلا وسهلا ومرحبا بيك يا ام احمد، تفضلي. رحمة الله سيد، اريد الفرق بين الفرق يعني أم أحمد، بس خلي أفتهم الكلام مالتك، شنو سؤالك؟ أقول لك يدي مصنع القناة سيد. نعم. صلاة ركعتين الاحتياج ما بين ما بين القناة وشي فرق بين الصلاة والاحتياج؟ انتي سؤالك حول صلاة الاحتياط؟ ايه وشو الفرق بينها وبين بلي صلاة الاحتياط هذه الصلاة اللي بعد معالجة الشك. ايه اذا سويتي مثلا عالجتي الشك اللي موجود في صلاتك وصار من المقرر ان تصلين صلاة الاحتياط، تقومين وتقولين اصلي صلاة الاحتياط. تسمعيني؟ أصلي صلاة الاحتياط قربة إلى الله تعالى، الله أكبر، وتقرين بس الفاتحة بس. مثلا ركعة واحدة من جلوس، ركعتين مثلا من قيام، تمام؟ هاي صلاة الاحتياط مثل صلاة الصبحية، مثل صلاة الصبح، بس تقرين بس الفاتحة بيها. يعني ما بيها قنوت؟ تريدين تقنتين قنتي، القنوت مستحب. القنوت مستحب. تريدين تقنتين ترفعين ايدك، رفعي ايدك، قنوت مستحب. سجدتي السهو، سجدتين سجدتي السهو، هذه لكل زيادة ونقيصة بالصلاة. ورا الصلاة مباشرة من تقولين مثلا السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وانت قاعدة تروحين للتربة تسجدين عليها وتقولين بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا قول. أو تقولين بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد مرتين، بعدين تشهدين وتسلمين. هذا اللي يسموه تشهد، هذا يسموه اللي هو سجدتي السهو. الاحتياط مو احتياط؟ لا، الاحتياط اللي وصفت لك اياه الأول، أما هذه سجدتي السهو وانت قاعدة. هذه اذا صلاتي بالقصاية وزيادة مو اسوي ركعتين احسن من السهو؟ مو ركعتين وانما سجدتي سهو. انا ما احكي لك على السهو، احكي لك على الاحتياط. مو احسن لي اذا صلاتي بالقصاية وزيادة اركع ركعتين الاحتياط مو لا ما يصير واحد يشرع من كيفه يا ام احمد. اي ما يصير واحد يشرع من كيفه يقول هاي احسن لي وذيك مو احسن لي. لازم واحد يتبع الشرع. اذا انت عندك شك بالصلاه بالركوعات بعدد الركوعات يقول لك هل هيك عالجيها وعليك مثلا صلاه احتياط، هاي صلاه الاحتياط مال الشكوك. اما الزياده والنقيصه، الزياده والنقيصه بها شنو او عليها شنو؟ سجدتي سهو. سجدتي سهو غير صلاة الاحتياط، تختلف. يعني مرتين اي نعم، وانت قاعدة بدون تكبيرة ما تقولين الله اكبر قبل وعدل، من تخلصين تروحين للتربة وتقولين بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد مرتين. يعني بدون تكبيرة الاحرام؟ بدون تكبيرة الاحرام نعم. يعني بشهادة تسليم؟ بلي، هي بعد سجدتي سهو تسجدين خلاص. هي يعني الشهادة أسلم. نعم، تشهدين وسلمين بعد السجدة. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. صالح من ديالة، صالح من ديالة، تفضل أخ صالح. يا أخ صالح حاول أنه تكلمني من الهاتف وقلل شوية صوت التلفزيون حتى أقدر أسمع. ما عندي يمي تسجل سيد. تفضل تفضل أخ صالح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك عيني سيد؟ بخدمتكم مولانا، تفضلوا. شو سؤالك سيد؟ أنا عندي غدة برقبتي. نعم.
صار لي تقريبا 4 سنين وقاعد تخنقني وما قاعد اقدر اصوم. نعم جميل. اي فسمع صوتك في التلفزيون. الله يسلمك يا عزيزي. اولا نسال الله سبحانه وتعالى ان يشافيك ويعافيك ويرفع عنك كل مرض بحق محمد وآل محمد، هذا اول شيء. اثنين انت اسال الطبيب قل له الصيام ياثر على هذه الغده، يعني مثلا الاعراض مالتها تزيد وتسبب خطر على حياتي مثلا، اسال الدكتور المختص. اذا قال لك نعم اي ممكن ياثر ويزيد، فانت في هذه الحاله تجرب نفسك الصوم. اذا تفاقم الامر بعد مو واجب عليك الصوم، وانما الواجب هو دفع الفدية. سيد اني وزني 91 كيلو. نعم. من اصوم خلال 3 ايام اصفي 45 كيلو 42 كيلو، ورجفة عندي تصير كارثة يعني، يعني فدنوم. احسح احنا ده نتكلم حول الغدة. اي هو عليها. اي فقلت لك انا قلت لك انت تروح تسأل الطبيب قل له الصيام يأثر على هذا المرض لو ما يأثر، فإذا قال لك يأثر تجي أنت تجرب نفسك أو أنت مجرب نفسك، فإذا شفت نفسك لا ما تقدر في هذه الحالة مو واجب عليك الصوم. أنا أصوم سيدي. مو واجب عليك الصوم إذا الطبيب قال لك أنت هذا المرض يأثر علي الصوم. واضح المسألة؟ إن شاء الله. أي وش يكون بعد ذلك الواجب عليك؟ يكون الفدية هي الواجبة. هو انا البسين هاي السالفه. نعم ايوه. الان عرفت الحكم ان شاء الله. اهلا وسهلا ومرحبا بك اخ صالح. اهلا ومرحبا. عبد الرضا من بغداد، تفضل يا عبد الرضا. عبد الرضا من بغداد انقطع الاتصال مع عبد الرضا، ان شاء الله يعاود معنا. بلي السؤال اللي توقفنا عنده مع الرحيم يقول ما حكم تربية كلب من نوع الهاسكي؟ كل الكلاب نجسة، ويعني وإن مثلا الشرع يقول ممكن تستفاد من بعض الكلاب مثلا بالحراسة أو بالصيد أو بغيرها، لكن تبقى هي نجسة ما يتغير حكمها تصير طاهرة أبدا، إلا إذا ماتت وتحولت هذا وتحولت جثة الكلب إلى ملح. نعم حينئذ نقول هذا الملح هو عبارة عن بلي طاهر. من العزيزية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زيدان من العزيزية تفضل. نعم مولاي. الله يخليك. مولاي سؤال. نعم. أنا قاعد الحمد لله وشكر. بلي. صليت صلاة الوحشة بالي ذل الإسلام على الفاجعة بسوريا والفاجعة بتركيا، يجوز إلي لا إن شاء الله جائز ليش تضحية كسمه على ثوابهم لوجه الله يرحمهم ويرحمهم. صلاة الوحشة جائزة نعم عن المؤمنين. بالي للأخوان الإسلام بسوريا موفقين إن شاء الله. بالي الإسلام بتركيا. بلي جائز كل واحد على حدة. بلي بس انت لو مت صدقة صدقة تكون افضل من صلاة الوحشة. والله انا كاف البصر ونقدر علي ابو ها موفق ان شاء الله. بلي موفقين ان شاء الله. التسهيل من الله والتوفيق من الله تعالى. بلي احسنتم جزاكم الله خير. اهلا وسهلا ومرحبا. وبعد سؤال تفضل تفضل تفضل. انا مطلوب قبل نعم فاصلي كل وقتك وبقت أقول لذمتي السبحانيات أصليهن ويا لولا. إيش تقصد بالسبحانيات يعني؟ يعني ذن الركعتين الثالثة الرابعة ذمتي غير 4 ركعات أخليهن 4 لو بس ركعتين. لا هي مدام هي اللي فاتتك 4 يعني مثلا صلاة رباعية مثل صلاة الظهر أو صلاة العصر أي نعم فصليها 4 مثل. نعم. بالضبط تصليها مثل ما كانت سابقا اللي فاتتك رحم الله الوالد. اي بالضبط تصليها نفسها يديمك الله إن الله يخليك يا عزيزي. اهلا وسهلا ومرحبا بك. بلي وصلنا الى ختام
وقت البرنامج، لم يبقى لدينا من الوقت الكثير. نرجي إن شاء الله كل هذه الأسئلة الموجودة عندنا إن شاء الله إلى يوم السبت القادم بنفس هذا التوقيت. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا سبحانك سبحانك.